نروح مع حضراتكم لموضوع تاني. طبعا احنا يعني خلاص يمكن شهر بيفصلنا عن الامتحانات، وخصوصا امتحانات الثانويه العامه، وبيبقى حاله كده من الطوارئ في كل البيوت فيما يخص المذاكره والمناهج وطريقه المذاكره، ويمكن الطلبه اللي بتذاكر بطريقه خلينا نقول صحيحه من الاول هي اللي بيكون مسارها صحيح. الحديث كمان عن طرق مبتكره للمذاكره والفهم المواد، خصوصا لو كانت ماده شويه ما هيش سهله على كل الطلبه زي مثلا الفلسفه. احنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن مدرس فلسفه قرر انه يحول منهج الفلسفه ده لعرض مسرحي، والطلاب تدخل تحضره ويشرح لهم من خلال السكريبت المسرحي ده والدراما اللي حاصله الفلسفه. بيفهموا ازاي اللي بيحصل، ردود افعال الطلبه حتى اللي دخلت كمان شافت العرض المسرحي ده، تأثير ده على درجاتهم ايه، لأنه هو كمان عامله بطريقة ظريفة، وفي مجموعة من النجوم اللي موجودين في هذا العرض، في الفنانة بدرية طلبة، الفنانة كريمة عبد الله، الفنان الجميل علاء مرسي، كمان الفنان محمد الصاوي. فخلونا كده نعرف مع حضراتكم ايه الفكرة الجديدة دي وازاي اتعملت. معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ محمد رضوان مدرس الفلسفة وصاحب هذا العرض المسرحي. العرض اسمه قهوة الفلاسفة. مساء الخير على حضرتك، ويعني عايز اعرف ازاي جات لك الفكرة، وكواليس العرض عاملة ازاي، وتمن التذكرة ايه، وازاي وصلت للطلبة ووصلت لهم هذا العرض. لو تقول لنا كده يعني ايه الحكاية في قهوة الفلاسفة. مساء النور، ازي حضرتك؟ مساء الخير. حضرتك محمد رضوان مدرس الفلسفة وعلي النفس. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، انا سامعاك كويس، اتفضل يا فندم. انا بقالي 9 سنين الحمد لله رب العالمين بعمل التجربه ديت، ان انا بقدم المنهج الدراسي على هيئه مسرحيه. طبعا احنا عندنا مجموعه فلاسفه، عندنا الفارابي، ابن خلدون، ادم سميث، جورج هيجل، الناس دي كلها، افلاطون، ارسطو، سقراط، الناس دي كلها انا بقدمها بشكل مسرحي، اللي بيبقى فيه زي معلم صاحب قهوه وراجل اعواجي صبي معلم، والناس دي تعتبر العامه. تمام؟ وانا بقى بدخل لهم الفلاسفه بكلامهم اللي ممكن يكون تقيل بالنسبه لهم. فبحاول اوصل لرجل العامه الفلاسفه الثانويه العامه دي بتتكلم في ايه. تمام كده؟ فطبعا بيبقى في زي مواقف ما بين الكاركتر اللي موجود اللي هو المعلم او صاحب القهوه او الكلام ده مع ابن رشد، مع افلاطون، مع ارسطو، مع سقراط. فكده المعلومه بتثبت في دماغ الولد زي حضرتك كده. زمان مثلا كده في وائل كمال، وائل كمال ديت كانت مقابله قصه على طلاب الثانيه ثانوي. دلوقتي لما اقول لحضرتك صلاح الدين الايوبي، دلوقتي حضرتك بتفكري في الاستاذ احمد مظهر. انت طبيعي الدراما والسينما طبعا بتكون اقرب للقلوب وبتوصل المعلومات اكيد. فعقل حضرتك هيروح على طول على احمد مظهر. طب انا دلوقتي مثلا جبت مثلا الاستاذ علاء مرسي، خلاص كده مرسي ان هو افلاطون، خلاص يبقى الولد حط في دماغه كلام افلاطون اللي هو كان بيقوله الاستاذ مثلا علاء مرسي. تمام كده؟ طبعا انا بقالي 9 سنين بقدم المسرحيه، وان شاء الله المسرحيه هتبقى المسرحيه بقى لها 9 سنين. 9 سنين. طيب انا عايز اعرف ازاي اقنعت الممثلين دول انهم يشاركوا معاك في المسرحيه، وكل اللي بيجي لكم هم طلبه جايين يتعلموا ولا الحضور شكله عامل ازاي؟ تمام. هو الحاجات الفيديو اللي اتعرض عند حضرتك والصور دي كانت المسرحيات القديمه في خلال 9 سنين. تمام كده؟ كان يعني مثلا عندنا مثلا اخلاق مهنه التدريس، كان في الاول خالص كده عندنا اخلاق مهنه التدريس، فالصوره الاخيره طلبه كانت بتتكلم عن اخلاق مهنه التدريس، كانت واخده ورقه بتقرا فيها اخلاق مهنه التدريس، فالطالب خلاص تذكر وهكذا يعني. لكن السنه دي يمكن عاملها بشكل مختلف، انت عارفه دلوقتي الطلبه دلوقتي بيبقوا مع نجوم السوشيال ميديا. تمام كده؟ اللي هم يعتبروا قريبين منهم برضو على السوشيال ميديا وكده، فدول انا استعنت بيهم السنه دي ان شاء الله في تمثيل المسرحيه يعني. طيب عايز اعرف ازاي بتحول المعلومات لمشهد مسرحي من غير ده ما يخل بالمعلومه المقدمه للطلبه؟ حلو، لان انا دور حضرتك الشرح، يعني انا المعلومه اللي بتبقى صعبه المفروض ان انا ببسطها. تمام كده؟ فانا ببسطها مع شخصيات رجل عامه، يعني انا دلوقتي بلاقي الفلسفه رجل عامه.
كان طالب فيلمها زي بالظبط كده. كان في فيلم اسمه الفرضيه البرجوازيه اللي كان بتحكي برضه عن ان الفلاسفه نزلوا على ارض واقع تمام كده، وبيوصلوا كلامهم للفلسفه البرجماطيه مثلا كلمه اسمها كلمه الواقعيه، فهم بينزلوها على ارض الواقع وبيساوموها الراجل العامة. لما انا فاهم الفلسفه الراجل العامة يبقى اكيد طالب ثانويه عامه فاهم الفلسفه. طيب ردود افعال اولياء الامور على هذا العرض المسرحي، وهل بيجيبوا الطلبه يحضروا؟ الكتاب اللي موجود بيتم تجسيده على ممثلين. يبقى تجسيد منهج. طيب انا بسال حضرتك عن التفاعل مع العرض المسرحي. بيبقوا فرحانين جدا بموضوع العرض طبعا، ويمكن حتى وهم بيذاكروا مع اولادهم بيفتكروا الشخصيات اللي كانت موجوده في المسرحيه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد رضوان، مدرس الفلسفة وصاحب العرض المسرحي قهوة الفلاسفة.